وبركاته. أمة الله تسألكم شيخ الكريم، ما السبيل إلى سلوك وتعديل سلوك الأبناء، وخاصة أن أسأل الله أن يهدي أبناء المسلمين وبنات المسلمين، لو الأم ترى على ابنتها أو على ابنها بعض السلوكيات السيئة أو الخاطئة ولا ينتصحون، يعني هل تأثم الأم وخاصة في غياب الأب شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حقيقة هذا مما عمت به البلوى، وهذا له يعني أصول، وما تشكو منه الأخت السائلة موجودة عند كثير من في بيوتنا وفي مجتمعنا الآن وفي غالب المجتمعات الإسلامية إلا من رحم الله، أن الآباء الآن لا يربون في الحقيقة، إنما الأب انصرف إلى تحصيل لقمة العيش، والأم انصرفت أيضا إلى عملها، وإن لم تعمل فهي بالساعات الطوال أمام التلفزيون، لم يكن أمام التلفزيون على التليفون. فمهمة الوالدين وهي التربية، الحقيقة هذه ليست موجودة. والتربية يا أستاذ أحمد ليست هي أن أنظر إليك عند وقوع الخطأ كل يوم وأهلل، كيف فعلت هذا؟ لا أفعلن ولا أفعلن. لا، تربية معايشة لمواقف الحياة اليومية. فالأب لا يعايش والأم لا تعايش، فهي دي التربية. فنحن افتقدنا هذه التربية اللي هو المعايشة المستمرة للأبناء، لكن أنا أنتظر حتى يقع في الخطأ أو تقع في الخطأ ثم أهدد وأقول ماذا أفعل؟ فالتقصير أولا من الأباء والأبناء. ثانيا أن المجتمع بيجذب في اتجاه، حتى لو كان يعني الأبوان يقومان بمهمتهما على الوجه الأكمل، فالمجتمع يجذب في اتجاه وهم يجذبان في اتجاه، وقوة المجتمع أكبر، سواء بقى في المدرسة، في الشارع، في النادي، في الأصدقاء. قوة المجتمع قوة جذب وحبل بتشد، فقوة المجتمع أشد من قوة جذب الوالدين، لأن المغريات الموجودة تأثير وتأثر عظيم. أيوة. المغريات الموجودة لا تستطيع أنت بأن هذا يجوز وهذا لا يجوز يقوم ينتهي. يعني حتى في البيت الآن والأخت بتشكو أنه لو قاعد في البيت هو منفصل عنك تماما، لأنه هو مع عالمه الافتراضي اللي هو يدخل على النت، له أصدقاء، له أحلامه، له أحاديثه، كل هذا يخلق عالما افتراضيا يعيش فيه، يبقى يجلس معك لكنه لا يجلس معك. فهذا أدى إلى العزلة التامة ما بين البيت وما بين الأبناء، وهذا من مسالب أجهزة الاتصال الحديثة مع ما فيها من فائدة، لكن هذا من عيوبها أنه يجلس معك ولا يجلس معك. هقول لحضرتك وأنا جاي، نعم، معذرة يعني في الإشارة، فعربية وراكب جنب الأب راكب أربع بنات، فالإشارة واقفة جنبي، فأبص لقيت الأربعة كلهم ماسكين التليفونات فاتحين النت، الأربعة، يعني مش واحدة حتى تتكلم مع أبيها، لا، كل واحدة منشغلة. ده شأن الكثيرين. ده مثل بدور عليك أربعة، يعني مفيش في البيت، مفيش نسبة مثلا واحدة شذت في الشغل وفي كل مكان، مفيش واحدة شذت من الأربعة، يعني النسبة 100%. تمام حضرتك؟ فهذا العالم الافتراضي وقوة جذب المجتمع وقوة جذب وسائل الإعلام، فالنهار